كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ارتكبت اليوم مجزرتين جديدتين في مدرستي الفخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة، أدتا إلى استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء. هذا وأوضحت مصادر طبية أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وفي مدرسة تل الزعتر، اللتين تأويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة. وكانت مدرسة الفخورة قد تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 54 آخرين بجروح.